جئنا اليوم لأمام مبنى الصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين السياسيين اللي إلهم ما يقارب 80 يوم، فيجب بالبداية الإسراع بالإفراج عن أبنائنا اللي في سجون السلطة حتى يتم يعني توحيد الهدف ويتم المطالبة بالإفراج لأبنائنا في سجون الاحتلال. يعني كيف تكون يد، لازم نكون إيد واحدة عشان تتحد قوتنا للإسراع بالمطالبة، وتكون وقفة واحدة عشان بس نفرج عن أبنائنا اللي في سجون الاحتلال. لكن طالما هناك أبناء في سجون السلطة للأسف بيتم تشتيت الوحدة الوطنية. وجئنا اليوم استمرارا لاعتقال والدة أحمد هريش المعتقل السياسي لأكثر من 7 أيام المضربة عن الطعام. أيضا اليوم والدة سعد وجهاد وهدان المعتقلين أيضا السياسيين في سجن أريحة أعلنت إضرابها منذ اليوم حتى الإفراج عن أبنائها.